يساعد على رفع كفاءة تخصيب الذكورة، وده موسم الإنتاج اللي أنا بحتاج فيه البيض ما يكونش فيه رايق، بتزيد من إنتاج البيض كمان بتزيد من وزن الزغاليل بتاعتنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة منين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هقدم حاجة مفيدة جدا للحمام بتاعنا، هتساعدنا في زيادة انتاج البيض، هتساعدنا في تحسين مستوى الخصوبة بالنسبة للذكورة، هتساعد كمان في رفع مناعة الحمام بتاعنا، هتخلي الحمام بتاعنا مناعته كويسة، مضاد بكتيريا، مضاد للالتهابات، فيها فيتامينات متعددة جدا هيحتاجها الحمام بتاعنا في موسم الشتاء. لو انت بتدور على انتاج البيض، بتدور على تحسين مستوى الخصوبة، البيض الرايق، البيض اللي هو غير مخصب، ده هتلاقيه في العشبة اللي احنا هنقدمها النهاردة. عشبة تعتبر بمثابة جميع الأدوية والتحصينات اللي أنا بدور عليها في موسم الإنتاج، موسم الشتاء. كمان مش هيجي لنا أمراض بالنسبة للعشبة دي لو قدمناها. من أفضل الأعشاب اللي أنا بدور عليها وبحتاجها بالنسبة للحمام بتاعنا، وبقدمها للحمام بتاعي طوال موسم الشتاء. عايزين نحسن كمان من مستوى وزن الزغاليل، يبقى لازم تهتم بالعشبة دي. العشبة دي تمنها رخيص جدا ولا غنى عنها بالنسبة للحمام بتاعنا، وهي عشبة المورينجا. تقديمها سهل وبسيط جدا، ولكن قبل ما اتكلم على طريقة تقديمها اتكلم على فوائدها العظيمة بالنسبة للحمام بتاعنا. من اهم فوائد عشبة المورينجا ان هي بتحتوي على نسبة كبيرة جدا من الكالسيوم، وده اللي بتفتقده او بتعاني منه بعض الاناث، اللي هو طبعا بيساعد على عملية انتاج البيض. تحتوي كمان على فيتامين جيم اللي هو بيرفع المناعة بتاعت الحمام بتاعنا او بيعزز من مناعة فرد الحمام بتاعنا. بيعالج كمان امراض الكبد والكلى للحمام والطيور، ويحافظ عليها من التلف، يعني يعتبر رش الكبدي ومضاد سموم طبيعي جدا للحمام بتاعنا، مش هحتاج لمضادات السموم اللي هي بيكون ثمنها غالي، او مش هحتاج لمنشط الكبدي اللي هو بيكون ثمنه غالي اذا كان بيطري او اذا كان بشري. ده لقيه في نبات المورونجا اللي هو بيعتبر منشط كبدي طبيعي جدا جدا للحمام بتاعنا، ويعتبر من اهم المنشطات الكبديه اللي انا بقدمها للحمام بتاعنا طوال موسم الشتاء. كمان بتعمل على علاج فقر الدم لوجود عنصر الحديد، وبتعمل كمان على علاج مشاكل التسيف والهزلان الناتج عن سوء التغذية، يعني مش هنلاقي الحمام بتاعنا لا فيه نسبة تسيف ولا طبعا الهزلان اللي هو بيحصل للجسم بتاعنا نتيجة سوء التغذية. بعض الحمام لما بنكلف بنلاقي بعض الحمام ما بيقبلش على الكلفة، ان شاء الله دي هتنتهي تماما. حالات التسيف اللي هي ممكن تلاقي بعض الأسوس عندنا حصل لها حالة تسيف، بيكون ده طبعا ناتج عن الإجهاد اللي هو بيحصل نتيجة الإنتاج المستمر. يعالج ايضا امراض التهاب المفاصل اللي هي بتصيب الحمام بتاعنا، اللي هو برضه بيبقى ناتج عن نقص الكالسيوم. يعمل على تحسين عمليه الهضم وتنظيف الجهاز الهضمي، بيمنع حالات تحجر الحويصله سواء للحمام بتاعنا الاسوس الكبيره او تحجر الحويصله اللي احنا ساعات بنلاقيها عند الزغاليل بتاعتنا، يعني يعتبر 2 في 1، بينظف الجهاز الهضمي من السموم وبيساعد على عمليه الهضم بالنسبه للزغاليل اللي هي تحجر الحويصله او المهضم اللي انا بحتاجه للحمام بتاعنا، مضاد سموم ومهضم طبيعي جدا للحمام وللزغاليل خاصة. لو احنا بندور على مضادات السموم هنلاقيها ان شاء الله في نبات المورينجا اللي احنا بنقدمه للحمام بتاعنا. يساعد على رفع كفاءة تخصيب الذكورة، وده موسم الانتاج اللي انا بحتاج فيه البيض ما يكونش فيه رايق، فلازم ان انا اقدم نبات المورينجا ولو مرة واحدة بس في الاسبوع، هتحسن من عملية التخصيب، مش هتلاقي عندك بيض رايق. فلو انا بدور على السيلينيوم هو موجود اهو في نبات المورينجا لو احنا قدمناها للحمام بتاعنا. يساعد على تقوية الريش ويزيد من بريقه ولمعانه، خارجين من فترات القلش عايزين الحمام بتاعنا يبقى الريش بتاعه قوي، وكمان الريش بتاعه يبقى كويس وبتستف بمعنى صح، يبقى لازم ان احنا نقدم نبات المورينجا. يقلل من مشاكل كبس البيض وموت الاجنه في موسم التزاوج اللي هي بتحصل نتيجه الرطوبه العاليه او نتيجه انخفاض درجات الحراره، في تلك الحالتين ممكن يحصل كبس للبيض. فلو اهتمينا بتقديم العشبه دي باذن الله تنتهي تماما وتختفي من عندنا وهتزود الانتاج بتاعنا. له القدرة في رفع معدل التحول الغذائي للزغاليل، وده طبعا بيساعد على زيادة وزن الزغاليل بتاعتنا. يحسن من أداء القلب والأوعية الدموية، مصدر جيد للأحماض الأمينية اللي احنا بنحتاجها بالنسبة للحمام بتاعنا بشكل مستمر. يعني عشبة المورينجا تعتبر كاملة متكاملة بالنسبة للحمام بتاعنا، بتحتوي على فيتامين جيم وبتقوي جهاز المناعة بتاعت فرد الحمام بتاعنا، بتحارب الأنيميا، مضاد للبكتيريا والالتهابات، بتزيد من إنتاج البيض وبتزيد من الخصوبة، وكمان بتزيد من زيادة وزن الزغاليل بتاعتنا. يعني كل اللي بدور عليه للحمام بتاعنا هلاقيه في نبات عشبة المورينجا اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، كاملة متكاملة بالنسبة للحمام بتاعنا، بتعالج الأمراض، بتعالج كل حالات نقص البيض، بتعالج الخصوبة، بتزود من وزن الزغاليل. ده اللي أنا بحتاجه فعلا طوال موسم الشتاء وطوال موسم الصيف، بتغنيني عن كل الأدوية والتحصينات اللي أنا بحتاجها للحمام بتاعي طوال موسم الشتاء. طريقة تقديمها سهلة وبسيطة جدا، إن أنا أغلي مية
واحطها على فنجان كاني بعمل كوبايه شاي كشري بالظبط، وبحط عليها معلقه من عشبه المورينجا تكون جايه طبعا مطحونه، بحط منها معلقه كبيره على الفنجان ده واسيبها ان هي تبدا ان هي تتفاعل مع بعضها. بعد كده بقدم الفنجان او الكوبايه اللي انا عملت منها الوجبه بتاعت المورينجا دي، بقدمها على لتر ميه. اهم حاجه ان احنا نعطش الحمام يا جماعه عشان نستفاد باي جرعه، اذا كانت اعشاب او اذا كانت ادويه. بعطش الحمام بتاعي لا يقل عن 4 ساعات، ده عشان الحمام بتاعنا يستفاد باكتر جرعه يحتاجها من الاعشاب او الادويه اللي انا بقدمها. دي كده يا جماعه كل فوائد وجبه المورينجا اللي انا قدمتها للحمام بتاعي النهارده، وهي لا غنى عنها بالنسبه للحمام بتاعنا طوال موسم الصيف او طوال موسم الشتاء اللي احنا فيه ده، عشان تنتج وتطلع وزن الزغلول بتاعتك كويسه، تحافظ على الحمام بتاعك من اي امراض اذا كانت امراض بكتيريه وامراض فيروسيه، وتحافظ كمان على مستوى الخصوبه بالنسبه للذكوره، وتحسن من مستوى البيض عند الحمام بتاعنا. دي كده الفوائد اللي قريناها مع بعض، طريقه تحضيرها اللي احنا قدمناها للحمام بتاعنا. يا رب كده ما اكونش طولت عليكم في الفيديو، اتمنى كده اللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك دعما لي ودعما للقناه، وما تنساش تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.